ولا أريد أن تتم الحرب، وأقول لإيران ستسقطون مرة بعد مرة إذا صافحتم الأمريكي وجلستم. الإصلاحيين عندهم نفس يريدون يجلسون مع الأمريكي. أنا أقول لكم قلوا الرئيس الجمهورية خليك على عدها إذا يريد صالح، لأن قضية الاتفاق النووي كل اللي صار بيهم وأوروبا تخلت عنهم وبعدهم متمسكين بالاتفاق النووي. ماكو هيك عقل، هذا عقل ساذج، هذا عقل ما عنده روية. أنت كل العالم الآن ضدك، العالم كل أمريكا مو ذول الخردة. شو ضال أنت مطبق قانون ومطبق اتفاقية أصبحت من الماضي وأصبحت في سلة المهملات وأنت تريد تضحك علي؟ قلهم أنتوا رفضتوا، أنت أساسا اتفاقك مع أمريكا مو مع الغرب. أمريكا إذا رضت عنك الآن، إذا صالح إسرائيل أمريكا تعطيك السعودية، تجيب لها واحد فارسي ما يحكي عربي يصير إمام إمام مكة. حجم صدق أنتو؟ لذلك أخوان هذه رسالة الإيراني، ما غزي قوم بعقر دارهم ما انتصروا. هذه الانفجارات التي حدثت ليس من مصلحة الإيران، الإيران أصلا ما يريد حرب ولا يريد هاي المهاترات عيفون من عندها أبدا. الإيراني قصفها ألف مرة بسوريا ولم يرد. يعني لكن أصاب الاتهام دكتور تشير إلى المخابرات الإسرائيلية، المخابرات السعودية هي اللي فجرت. ابدا ايراني ما عنده اشفاقه، الايراني لو عنده اشفاقه شا ضرب من سوريا، شا ضرب من العراق. يعني انتهت وقت المرحله اللي يضحكون علينا يضربون بها المنطقه الخضراء قذيفه قذيفتين ويردون يصالحون. هذا صار ضحك على الذقون، واهل الدكاكين مالتهم ما بيسوون شيء. لذلك نقول للناس ان هذه الحرب هي اراده الله والامام الحجه منه الحسن، روحي له الفداء. حتى تكون الحرب قائمة لابد أن تكون منا إلى رمضان الثاني كثير من الرؤوس قد طارت وأحط بها. نقطع السطر، اللي يريد يفتهم خلي يفتهم، اللي ما يريد يفتهم لا يفتهم. الإمام الحجة قادم، نحن ندعو له. نرجع إلى قضية أردنا وعليه.